السلام عليكم ورحمه الله. في هذا الفيديو اللي فات قال لي با عبد الرحيم، قال لي عاود حسن غير حالتك، انت كاع مغوفل كي الكنفود. قال لي انت باش ما جيتي كدور دابا، قال لي انت ما كتقاد حالتك، ما تغسل وجهك، غير كتجي كدير فيديو عار كترشق لي كتقول بلاتي اللوح فيديو. قال لي تكايش شويه عاود نقي حالتك، عاود قال لي لبس مزيان، وقال لي الا بغيتي تخدم الا بدوش شي خدمه بحال دابا مثلا كنلصق جليج ولا شي لعيبه بحال داكشي، قال لي عاود شطب وقاد الحاله باش يبان داكشي. كيفاش كيقولوا ليها سات عليا هذيك العباره باش يبان داكشي زاز. المهم المهم شفت انا ما كاين شيء خوت. اليوم غادي نتكلم على البني بالطين والحجر، البني ديال الحجر. كنشوف هذاك الحجر كدوخ ليا الحلوفه صراحه. تبارك الله عليكم، تبعوا معنا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله احباب، تحيه طيبه واشواق حاره. وعاوتاني قبل ما نبدا رحنا ضحكا لاعبا ناشطا طنزن، فهي كاينه زيدها في الكلباش طنزن الضحك واللعب والنشاط. وبالنسبه عاوتاني لهذا الفيديو غادي نتريكل فيه عاوتاني كيما القاعده وما تدوش عليا. واليوم بغيت نتكلم على البناء بالحجر، البني بالحجر وخلاص بالطين والحجر. اهلين بها الفصحى واكل الضب مسكينه معايا انا كاين شاي با. بالنسبه لهذا النوع ديال البناء صراحه غير كنشوفو كنتلف وكنتدرج على السنتر دوك شي وحدين اللي كيبداو يعطينا محاضره خاصه واحد النوع، لانه ملي كنقارن دوك الناس اللي كانوا كيبنوا بالحجر قديم كيفاش كان داير اللبس ديالهم وكيفاش كانوا كيتكلموا وكيفاش كانوا مؤدبين، الا غنقارنهم مع شي وحدين ديال دابا شتان بين مشرقين ومغربين ما شاء الله. اش غادي نقول لكم حاجه وحده، نتكلم غير على حاجه وحده ما نكثرش بزاف، نتكلموا غير على السروال. السروال اللي كان عندهم كيدير السروال ديال القندريسي حازمه بالصمطه، الصمطه كيدايره با الصمطه عندها ثلاثه ديال دوك داك البزين فيه ثلاثه ديال المسامر كيدخلوا وما طيقش لهذيك الصمطه. السروال مازال عنده هذاك السروال القدريسي مازال عنده لاستيك وما طيقش فيه حتى هو، مازال زيد قنب. واه يا ناري جيت طري على شي مسخت ولا دابا السروال واحد الكيلو تلبسو هذاك السروال كيكون نص هابط راه هابط تقريبا يوصل عند هذيك المنطقه الحساسه غير تبان ما بقاش ليها بزاف. ودير لي زياد في ودنو مية 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 دير لي زياد في ودنيه ولابس واحد الصنيديله ديال الصباع ديك اللي كيتقصي فيها الصباع وقال لك بالخدمة. ملي كتعيط عليه وا فلان وا فلان كيحيد هذيك اللي زياد من ودنو كيقول لك اشنو ها واتش سير واتش ناري ناري مشينا فيها في الاخر يجي يقول لك واتش علاش ما تقلتي لهذيك القرقره ما قطعتيها بلا مول تشاسير وتشما معلم ما والو شتي تا بانا. صراحه صراحه رحمه الله عليهم ودوك المعلمين ديال بكري صراحه صراحه يعجز اللسان عن التعبير صراحه والله العظيم. ملي كنشوف هاد البني ديال هاد الناس صراحه ملي كنشوف هاد البني كندوخ. شوف الحجر كيفاش مقاد، شوف كيفاش مرصي ومقاد. يا سلام يا سلام تبارك الله عليكم الاخوان. والتمارك شي نخله